دولي كيفك؟ الحمد لله وانت نورتينا. ثانك يو بوجودك. ثانك يو. هلا بما انه قطع راس السنه طبعا هلا لازم نعمل ستوب ونوقف ونحكي عن اطلالات المشاهير والفنانات يلي اطلوا على المسارح بعده لوكات. رح نبلش اول شيء مع الفنانه نانسي عجرم يلي اطلت بثلاث لوكات بليله نجمات العرب بالرياض، فخبريني اكثر شو رايك كان بثلاث اطلالات. اكيد هيدي السنه كانت حافله باطلالات النجمات المميزه، وخاصه بحفل الرياض يلي خلى هالنجمات تكون مع بعضها ويكون في منافسه حلوه بيناتهم، وخاصه انه طلعوا باكثر من اطلاله. رح نبلش مع نانسي يلي قدرت هالنجمة يلي قدرت يكون لها مكان مميز بين النجمات، إن كان من أناقتها من رقتها ومن أنوثتها. أفضل إطلالة كانت الفستان يلي باللون الأسود من تصاميم إلي صعب، وخاصة إنه نانسي بتتحمل جرأة بالحضور، إن كان من الفينك أو الشورتس تحت الفستان. جرأة ونعومة بنفس الوقت، ما هي من كتر نعومتها بتتحمل إنها تكون جريئة أو تختار تصاميم فيها جرأة، فهيدا من أجمل الفساتين اللي لبستها بين الثلاث إطلالات. وكان في لها فستان باللون الأبيض، شفنا في أنغام بأحد الفيديوهات المسجلة لهيدا الحفل باللون الأخضر، حبيته على أنغام أكثر لأنه أنغام كيرفي أكثر وعندها كيرز، ولكن هيدا ما بيمنع أنه كان كمان حلو وناعم على نانسي. هلا من نانسي عجرم بدنا ننتقل لإليسا. هلا كثير منهم بينتقدوا إليسا على اطلالاتها، انا صراحه بشوفهم حلوين، بس كمان بدي اسالك لانه اطلت بثلاث فساتين، اي كان منهم الاجمل واي الأسوأ؟ مزبوط، إليسا ما عم تتوفق كثير باختياراتها، انا كمشاهد دائما بفتش على إليسا ذا ليدي ذا إليجنت، اكثر ما بفتش عليها كأنوثة او كجرأة او كنعومة، وهذا الشيء ما كثير عم بيكون موجود بحضورها، ولكن بالثلاث اطلالات كان في عندها اطلالة مميزة بفستان باللون الاسود من رولون وريكن، حلو، اكثر احلى من الكساندر ماكوين يلي باللون البينك نود كولر، واكيد اجمل من الإطلالة الأخيرة باللون الأبيض يلي ما كانت بتشبه إليسا أبداً وما كانت الناس كانت مبينة شوي عروس. أنا ما كنت بدي أقول أنت أنا ما كنت بدي أقول، بس كرمال هيك بلشت عم بقول أنه نحن دايماً منفتش على إليسا ذا ليدي، يعني مش ضروري على طول نلحق الترند لانه مرات الترند ما بتكون لبقت لنا طبعا، فافضل انه نشوف كل شيء اللي بيلبق لنا حسب جسمنا كمان طبعا. من إليسا بدنا ننتقل لمين؟ لاصاله. اصاله جدا مميزه، جدا حضور حلو بالثري لوكس، كثير حبيتها، حبيتها لانه قدرت تعمل اختلاف من وان لوك تو ذا اذر، إن كان بالشعر، إن كان باختيارها للستايل تبع القطعة، وإن كان بحضورها. أكيد تصاميمها هي من غريغور جوبوتيان، هالمصمم يلي كنا ذكرنا قبل بحلقات إنه بيتمتع بحرفية عالية، كتير حلوين اللوكات، أجملهم كان اللي باللون الأبيض، حتى رفعت الشعر كتير حبيتها باللون الأبيض، إيه كانت أجمل، بس هوليك كمان حلوين، كمان اللون الأسود كان حلو عليها، ولكن ما اخترتها لأنه ما حبيت الأكسسوارز اللي كانت منسقته مع الفستان، ولكن إطلالات جدا حلوة لأصالة هالسنة. وعادة اللون الأسود بيلبق للكل صراحة، صح. لون ملوكي، صح، فخلينا سيد الألوان exactly. يعني خلينا نعتبر الأسود نمبر 2 لأنه على طول بيلبق مثل ما قلت للكل، في عندك البينك والأبيض بيلبقوا مرات لسيدات طبعاً. مرات لا طبعاً، يعني ما بنشبع من إطلالات الفنانات خاصة بليلة رأس السنة، صح. وهلأ ما نتابع مع أنغام. أنغام من الفنانات اللي عندها كاريزما وحضور قوي من قبل ما تختار أي شيء لحتى تلبسه، بس هيدا ما بيعني أنه ما لازم تكون كتير دقيقة باختياراتها، يعني اللون الفوشة يلي اختارته بالجمب سوت، رغم أنه الجمب سوت اختيار أنيق وحلو وسيف يعتبر إذا حدا اختار الجمب سوت، ولكن أبداً ما حبيت يلي باللون الفوشيا، حسيت قوة مع قوة مع قوة، ما حسيته كتير حلو، على عكس الجمب سوت الثاني يلي من إلي صعب هالوردة الكبيرة يلي كان إتس أوكي، بس أجملهم أكيد كان الفستان الأسود من تصاميم جيني باكهام، وخاصة هالتطريز يلي على الكتاف كان من السبا، إن كان من القبة، إن كان من الكتاف، إن كان من القماشة، كان حضور جداً راقي لأنغام باللون الأسود.
هلا قولك انه لازم كل فنانه تعتمد ستايلست معين قبل ليله راس السنه لحتى تطلع باطلاله كثير حلوه؟ هلا طبعا لازم يكون في تحضير، وطبعا اذا هي عندها شك باختياراتها او ما عندها وقت للاختيار اكيد لازم تستعين، لانه بيقدر الستايلست طبعا يشوفها بصوره كامله، خاصه اذا في كذا اطلاله احنا ما يطلعوا متشابهين لبعض. صح طبعا، واهم شيء اهم من الستايلست واهم شيء انه تكون الفنانه او اي امراه بتعرف شخصيتها وبتعرف هويتها وبتعرف شو اللي بيخليها أحلى وشو اللي بيبرز جمالها، غير عدا أنه تكون بدها تشبه حدا أو بدها تلحق موضة معينة أو بدها تلبس فستان مجرد لأنه حلو، فالشخصية بتلعب دور أكيد. أحلام صراحة أنا باعتباري أنه أحلام ما في مرة بتطل غير مفصطينها كتير حلوين ومعظمهم من زهير مراد. صح، مزبوط انه احلام هي حضورها لحاله، يعني بتحسي مثل كانه عم بتشوفي لوحه فنيه، بس احلام وقعت هون بفخ التكرار، لانه كنا شفناها بالريش قبل وكنا شفناها بالدرس وفوق الكيب، فهيدا الاطلالات شايفينها قبل على احلام، ولكن يلي كانت باللون الاسود كانت كثير حلوه ومميزة. النجمة أحلام مميزة باختيارها للجولري طبعا، يعني هاللون الأسود مع هالخامات الحلوة مع هالنكلس يلي كان الجولري تبعها يلي كتير حلو، كان من أجمل اللوكس لإلها بهيدي الليلة. أسماء المنور شو بتخبرينا عن فصلها؟ أسماء المنور كمان تميزت بالفور الأسود وهالإطلالة اللي كلاسيكية، هي كانت أجمل إطلالاتها، ولكن شفناها بالإطلالات الباقيين إنها اتجهت أكثر على الإطلالات العربية الشرقية والتراث أكثر من إنه تعمل ستيتمنت أو تختار شيء أكثر فاشنبل خاصة بليلة رأس السنة. صح صح، فكانوا أكثر إطلالات تراثية إذا بديك، من العباية للكفتان، أجملهم كانت اللي باللون الأسود يلي بالفر، بس أكيد كان فيها الطل بطريقة بتوازي الفنانات العربيات الموجودين كانوا معها بالحفلة. من الرياض رح ننتقل للإمارات يلا، ومع الفنانة والنجمة الكبيرة اللي كلنا منحبها نجوى كرم. نجوى كرم هاللوك يلي عمل بلبلة وضجة على السوشيال ميديا، منهم حب ومنهم ما حب، ولكن ما فينا ننكر انه الفنانة نجوى كرم بتتميز وبتتمتع برشاقة كتير ملفتة. مزبوط، فهيدا الفستان ان كيس حبيني او ما حبيني ما فينا ننكر انه برز لها رشاقتها بطريقة كتير حلوة، بغض النظر عن الديتيلز اللي كان انا برأيي ما لها لازمة خاصة على الخصر، خلوا الإطلالة تكون مثيرة للجدل، طبعاً عم نحكي من تصاميم رامي قاضي، يعني الإطلالة في منهم عجبتهم في منهم لا، أنا بيرسونلي بحسها إنه هي كانت مناسبة لإلها، كان شيء غريب كان شيء جديد. حسيتيه مكرر ولا لوك جديد لإلها؟ حسيت إنه هو هيدي الجودس لوك الرومانية يلي نحن دايماً شايفينها من قبل وهلا. طب كيف كنت بتشوفيها لنجوى؟ نجوى كرم يعني دايماً قد ما تلبس وقد ما تحاول تطلع عن هويتها بتضلها نجوى كرم يلي بتركز على حضورها على رشاقتها على الميرميد دريسز على الدريسز الضيقين. إذا بدك ما بحبها إنه تطلع منهم، يعني بحبها تضلها إنه مركزة على هيدا الشيء، بس يمكن ببعد شوي، كنت يمكن تفضل إنه تبعد شوي عن هالتكلف بالإطلالة عن هكثرة سمبليسيتي أكثر منها. بدنا ننتقل لشيرين، صراحة بالفترة الأخيرة يعني شيرين ما كانت شيرين اللي بنعرفها، صح، بس رجعت شوي بلشت تتغير خاصة بحفلة ليلة رأس السنة. ليكي عودة فريش لشيرين، حلوة لشيرين باللون الأزرق النيلي، هالسيكونس المضوى الجليتر أول أوفر، القصة كانت مناسبة لإلها لأنه هيدي القصة المزمزمة عند الخصر دايما بتخفي إذا في زيادة وزن معين أو شيء، ما فينا نقول إنه إتس ذا بيست، بس أكيد عودة حلوة وفريش وحضورها كان كتير حلو على المسرح. مانا ننتقل هلأ لألمانيا مع النجمة نوال الزغبي. نوال الزغبي حضور جداً أنيق وحلو،
أو مميزة. اللي بحبه بنوال الزغبي أنه بتقدر تجمع أكثر من مرأة بمرأة واحدة. إن حكينا عن الأناقة من لقياه، إن حكينا عن جرأة الحضور من لقياه، إن حكينا عن الترندي من لقياه، إن حكينا عن الأنوثة والفريشنس من لقياه. أنا كتير حبيت الدراسية اللي اخترته لراس السنة من لابورجوازي، كتير حلو. إن كان خامة الفلور اللي كتير حلوة وتقيلة مبينة، إن كان القصة حتى الكليفج، قصة الخصر، قصة الظهر، كان في كتير إشياء مميزة بحضورها. حضور جداً حلو عطول نوال معودتنا على أطلالتها الحلوة، وعطول ننطر شلابس إفساطين. بس هلأ الديفا هيفا هيفا وهبي. ديفا هيفا اختارت لون الأحمر يلي هو كان كتير ترند لهيدا السنة، وكانت إطلالة مميزة اللون، ولكن كان في تكرار لأنه شفناها بهيدا الفستان الضيق والسيكونز يلي عم بيلمع بأكتر من حفلة. يمكن جديدة كان هالكراون يلي أضافته، يلي أكيد عطاها حركة حلوة على المسرح، ولكن في تكرار بالحضور. بعتقد هيفا زادت الجلوفز شوي هيك لتعمل تويست مع الكراون. أكيد قلت لك الإضافات اللي عملتها كانوا حلوين. فنانة رحمة رياض، بدنا نقول لها ألف مبروك على حملة. صح طبعاً. وشو رأيك بالفستان؟ كان مناسب هذا الفستان ولونه لحبلة؟ أكيد كانت فراشة رأس السنة رحمة رياض، وكمان تميزت بفستان باللون الأبيض من لابورجوازي. كان مهضوم ومنيح وأكيد مناسب لحملة يلي كان عم يبلش يبين. لا كانت إطلالة حلوة وموفقة. موفقة. شو رأيك تعطينا التوب 3 أحلى إطلالات لرأس السنة؟ توب 3. هلأ دايماً أكيد لما بدنا ننقي التوب 3 أو التوب بست دريس، ما مننقيهم لأجمل فنانة ولا مننقيهم لأجمل فستان، مننقي الفنانة يلي عرفت تختار، يلي حضورها مميز، ويلي بالنسبة لإطلالتها كيف بتطلع كانت مميزة. مزبوط. كرمل هيك رح نبلش بالتوب 3، رح نبلش بالمرتبة الثالثة، رح أعطيها لأصالة. أصالة يلي قدرت طلعت بحضور جداً مميز، وفي تحسن بحضورها على كل الأصعدة، إن كان شعر، ميك اب، حضور. رح أعطيها هي الثيرد بست دريس باللون الأبيض بتصاميم غريغور جابوتيان، حبيتها. مرتبة ثانية، مرتبة ثانية نانسي عجرم. نانسي عجرم بتصاميم المصمم العالمي إلي صعب، لأنه قدرت عملت لحالها ستايل معين، عم تقدر تكون ترندي بس بنفس الوقت في رقي، في أناقة وبساطة بالحضور. عبالي أعرف التوب 1. التوب 1 رغم أنه كان شوي صعب أن أقدر أختار، بس التوب 1 رح تروح لنوال الزغبي لعدة أسباب. أول شيء كنا قلنا قبل أنه بتحسيها أكثر من امرأة بامرأة واحدة. حبيت اختيارها، لون جديد، الفلور كان كتير حلو، في هيك دقة بالتصميم كان، وفي كليفج إن كان على الخصر إن كان على الظهر، بس ما خرجت عن رقي الحضور والإطلالة الحلوة الأنيقة، وهيك بتحسيها فور أفر يوم. فخمت معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني، طراني ما خليك لنهائي حبي ليك بالحدود نغليك يا حب الجنوني. لكن بدنا نقول ألف مبروك لنجمة ذهبية نوال الزغبي يلي احتلت المرتبة الأولى. هلا أكيد بتستاهلها. ثانك يو كثير إلك هالة، انبسطنا فيك كثير بالاستوديو وبكل التفاصيل اللي اعطيتينا إياها عن حفلة ليلة رأس السنة وكل النجمات وإطلالاتهم. ثانك يو. لكن بنشوفك إن الله راد بحلقات جاية. شكرا.